أنا هالة، عندي 32 سنة. من وأنا صغيرة كنت أحلى واحدة في عيلتنا وفي منطقتنا، وأنا كنت عارفة ده كويس، عشان كده كنت مطمنة إن هلاقي بدل العريس مية، وكنت محددة أنا عايزة إيه. ما كنتش عايزة أغلط غلطة أمي، لأن هي كمان كانت جميلة وخطبها كتير، لكن هي استعجلت واتجوزت أبويا، واكتشفت بعد الجواز إن ظروفه المادية وحشة وما عندوش أي طموح إن يحسن ظروفه دي، وكانت النتيجة إنها شالت هم البيت طول عمرها ودفعت ودفعتنا معاها تمن إمكانيات أبويا المحدودة. من وأنا عندي 17 سنة ابتدى يجيلي عرسين وأنا برفضه، لأن كلهم من الناس اللي حوالينا، يعني ظروفهم ما تتخيرش عن ظروفي، وفضلت أرفض بقلب جامد وأنا حاسة إن أنا هفضل مرغوبة طول عمري، لحد ما وصلت 25 سنة وما جاش فارس الأحلام اللي هيخلصني من الفقر والمعاناة اللي أنا عشت فيهم طول عمري، وابتدى أهلي يضغطوا عليا عشان أتجوز ويخوفوني، بس كان كلامهم يخليني أعند وأرفض أكتر، وابتدى الخطاب يقلوا. بعد ما كان في الشهر بيجيلي عريس واتنين، بقت تعدي السنة ومحدش يتقدم لي، وابتديت أخاف إن قطر الجواز يفوتني. كل اللي حواليا كانوا بيخوفوني أكتر، لحد ما وصلت 31 سنة وظهر خالد، شافني في فرح واحد قريب وجي تقدم لي. كنت مستعجلة عايزة ألحق الفرصة اللي جاتلي، هو كمان كان مستعجل أكتر مني. صحيح كنت متضايقة إن شكله مش عاجبني، لكن ظروفه المادية الكويسة خليتني أغمض عيني عن أي حاجة ممكن توقفني. هو كمان كان فيه حاجات قلقانة، لكن هو فوتها قصاد إني حلوة، واتجوزنا بعد شهرين خطوبة. وبعد الجواز اتحولت حياتنا احنا الاتنين لجحيم، لأنه شجاك لدرجة لا تحتمل، واكتشفت فيه بعد الجواز قسوة مش طبيعية، لدرجة إنه ياما مد إيده عليا وضربني بشكل رهيب. وافتكرت لما كنا مخطوبين، لما كان سواق تاكسي عجوز كسر عليه هو سايق من غير قصد، افتكرت خالد وهو بيضربه بفترة والراجل مش قادر يعمل له اي حاجه، لحد ما الناس اتدخلت ولحقته قبل ما يموت في ايده. وافتكرت ازاي ساعتها ضحكت على نفسي وقلت اكيد عمره ما هيكون كده معايا، خصوصا ان فتره الخطوبه كان دايما مراعي انه يبقى لطيف ورومانسي، وبقت المشاكل والخناقات جزء من روتيننا اليومي، ومع كده حاولنا نكمل، استخسار مش أكتر. ولكن في النهاية أنا اتطلقت، وكل واحد فينا رجع لنقطة أسوأ من النقطة اللي كنا فيها قبل ما نتجوز.